الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة تطلق بوابة إلكترونية شاملة لفائدة مغاربة العالم بهدف الاستجابة للتساؤلات الملحة لأفراد الجالية وتقوية الروابط التي تجمعهم بوطنهم الأم. بوابة تفاعلية، وبالتالي هناك اقتراحات اللي يمكن نحطوها كل المغاربة ديالنا في الخارج، خاصة إذا عرفنا أنه التكنولوجيا الحديثة عندها واحد الدور كبير جدا، والشباب ديالنا والمغاربة اللي في الخارج تيستعملوا واحد الشكل قوي جدا يعني التكنولوجيا الحديثة، وبالتالي هذا يمكن هذا من تكتيف تلك العلاقة ما بين المغاربة ديالنا مع بلادهم. هذه البوابة الجديدة آلية للإخبار الاستباقي ستعزز التفاعل الإيجابي بين الوزارة ومغاربة العالم أينما كانوا، وتضع البوابة رهن إشارتهم أكثر من 200 سؤال وجواب في مختلف المجالات. هذه البوابة الجديدة للمعلومات موجهة للجالية المغربية المقيمة بالخارج، تهدف إلى الإجابة عن أسئلتهم سواء فيما يتعلق بما هو إداري، السكن، الجمارك أو الأنظمة الضريبية ومجالات أخرى. تراهن البوابة الجديدة للوزارة على الانفتاح على كل الفئات المستهدفة من خدمات هذا الموقع باختلاف مكوناتها وانتظاراتها.